طبعا مثل ما تعلمون احنا الان نقاتل فرقه العباس ضمن محور الجنوب الشرقي لمحور قوات الجيش البطله، بالتحديد فرقه المدرعة التاسعه. نحن مع لواء 36 فرقه المدرعة التاسعه. يوم امس دخلنا الى اول احياء مركز مدينه تل عفار الا وهو حي الجزيره. احنا نتكلم الان عن 50% من هذا الحي تم تحريره وتطهيره. ان شاء الله يفترض خلال اليومين القادمين نكمل الجزيره وننتقل الى الخضراء. بانتهاء حي الخضراء ان شاء الله ينتهي واجبنا في هذا المحور، بانتظار اذا كانت هنالك مهام اخرى او ان شاء الله يعني تنتهي واجبنا في هذا القضاء. العدو حقيقه تفاجئ بهذا المحور، الخطه كانت ذكيه جدا من قياده عمليات قادمون يا نينوى، وكان التحرك بشكل سريع، استثمرنا انهيارات العدو في هذا القضاء.